جميل، شايفين شايفينها رائعة ازاي؟ هي طبعا لسه سخنة، بس احنا نوريها لكم لأن احنا ورانا مشوار ومش نفضل قاعدين جنبها. فتعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. نشد كده واحدة معانا، شايفين؟ هي طبعا لسه سخنة، طبعا شايفين الجمال، عجينة رائعة هشة جدا، يعني عجينة هشة جدا وطيبة ومفيهاش حاجة خالص. ونخلي بقى جانا برضه تدوق معانا، ماشي؟ انا كده حتة ورينا الطعم. لا بصراحة الطعم تحفة وبجد يعني بتشبع قوي. عندنا 150 مللي من الحليب، هحط عليه 100 بس من الميه، وحوالي 30 جرام من الزبده او معلقتين كبار، وهبدا ان انا ادفيهم بس على النار. هنضيف معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السكر، هنضيف بيضه، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، ربعمية وثمانين جرام من الدقيق، هنا نضيف رشة ملح صغيرة، ممكن تضيفيها ممكن ما تضيفيهاش. نعجن بقى العجين ده لمدة لا تقل عن 10 دقايق. انت غسلتها ما بقتش تلزق معايا العجينه، وحتى اللزق بتاعها يكون لزق خفيف. كده غطيناها، نسيبها لحد ما تختمر. كده العجينه بعد ما حمرت تماما اهي، ونبدا ان احنا نقطعها قطع متساويه. هنقطعها 70 جرام للقطعة أو 80. بعد ما قطعناهم 72 جرام للقطعة، ممكن تخليها 80، وبعد كده هنغطيها 5 دقايق تستريح. كده بعد مر ال5 دقايق احنا بنعمل العجينة بتاعتنا، هنرققها بس من الأطراف. خلي هنا السمك عالي شوية لأن هلف عليه. اي حشو بقى، ممكن نحط كاسترد، ممكن نحط اي حاجه تحبنا، دي عباره عن مغطى. نبدا ان احنا نلف كده، ونجيب عمال قالب احنا فاهمينه، ونبدا ان احنا نرص الوحدات بتاعتنا جنب بعض. احنا خلصنا، فاحنا هنغطيها بس لحد ما تختمر، وبعد كده ندهنها. هنا بقى العجينه عندنا واضح انها اختمرت اهي، شايفين نفسها ازاي؟ هنبدا بقى ان احنا ايه، ندهنها بخليط من صفار البيض والفانيليا وشويه حليب. صفار بيض، فانيليا وشويه حليب. نبدا بقى ان احنا ايه، نكمل كده. احنا دهنا بقى وشها كله، بقى ندخلها الفرن لحد اما تستوي ونرجع لكم ان شاء الله. طبعا هي بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين، كان لازم نغطيها عشان تطرى معانا وتبقى طريه وجميله. شايفين شايفينها رائعه ازاي؟